السلام عليكم. عليكم السلام بارك ورحمة شيخنا. الله. الحمد لله، تفضل. سؤال بخصوص تجارة. احنا حضرتك بنعبي علب مناديل. علب مناديل. اي نعم. اي. والمقاس المتداول يكون من 19 سنتي في 20 او من 18 ونص في 21 سنتي. طيب. والعدد 150 منديل. كويس. فاحيانا والدولة هنا في الكويت تسمح لنا ان احنا ايه مع نسبة 3% فوق او اقل في الكمية الموجودة في قلب العلبة. فسؤالي حضرتك، لو ان العلبة مكتوب عليها 18 ونص في 21 سنتي للمنديل مع عدد 150، وانا عبيت مقاس 19 في 20 سنتي، اللون والعدد كام؟ هل يكون في شبهة او في حرمانية؟ لا، يعني لماذا تعمدت المخالفة؟ ما تعمدتهاش هي حضرتك، ان المكان اللي بنعبي فيه بيبقى عنده قياسات في الورق نفسه، فبيفصل ساعات يكون عنده، يجوز يكون عنده الماكين عنده بتفصل 19 في 20، وفي اماكن اخرى بتفصل 18 ونص في 21. طيب، شيء في تعمد أدنى. يعني عفوا، 18 في 21 ونص في 21 تساوي كم؟ الجرامات وزنها واحد؟ الجرامات واحد. ايه نعم، هو مفيش مشكلة في الجرامات، لكن كل لا يعني نسبة بس السؤال يعني، تختلف لا لا مثلا من بس مصنع لمصنع، وفي نسبة الدولة بتعطيها لنا 3% أكثر وأقل على العموم. لا أنا بس أسأل سؤال، يعني هل في أي عائدة تعود عليك من وراء هذا التغيير أو ليست هناك عائدة والأمر واحد؟ لا، بالنسبة لي ليس هناك عائد، بالنسبة بالعكس أنا أتمنى أن يكون المقاس المكتوب نفسه بالضبط، بس ما بيتوفرش معي أن أنا أعبي على المقاس. لكن يعني ما في عائدة عادت عليك من تغيير المقاس؟ لا بالعكس، ده أنا بتمنى. نعم، ليس هناك عائد، طيب، بس هل أتمنى العكس، هناك، المقاس نفسه موجود صبرا نفسه بس داخل هذا صبرا، المقاس لا نفسه، تعجل علي، اللي أنا بعبي فيها المنتج. لا تعجل علي بس، يعني ليست هناك عائدة تعود عليك بتغيير الوصف بهذه الصورة. ثانيا، هل على المستهلك من أمثالي أي نوع من أنواع الضرر؟ يعني لا، يعني لا فائدة لك ولا ضرر على المستهلك. لا لا ضرر على المستهلك، غير ان المكتوب على العلبه ايوه يكون اقل، مختلف المقاسات قليلا، بس عبد الرحمن، غير الموجود خارج المكتوب على العلبه، غير الموجود داخل العلبه. يعني لا حرج في مثل هذه الأشياء إذا تعذر عليك أن تغير إلى وجه الصواب. واعتمادي للمقاس ده حضرتك، لأن أنا بتعامل مع شركة بتلتزم معايا إن يكون العدد 150، ملتزمين بالعدد يكون مظبوط، فبخاف إن أروح على شركة ثانية أو مكان ثاني ينقص العدد. ايوه، تبقى بلتزم المفسد مع شركتي عشان تلتزم معي في العدد. ايوه، التزامك طبعا التزامك بالعدد فايدة للمستهلك. نعم، فايدة نلتزم بالعدد. نعم، ما في بأس. 150 150. يعني لكن ليس بإمكان هذه الشركة التي تلتزم بعدد المناديل، ليس عندها يعني أجهزة تخرج العدد المطبوع على الورقة الخارجية. ثابت، مقاس معين بتتعامل مع عليه، يعني حسب ماشي، كل شغلها ايوه بتتعامل على هذا المقاس، فبتعطيني الكميات مظبوطة، لكن بيختلف المقاس فاهم أبعاد فاهم فاهم بعدد فاهم فاهم المنديل. القصة، فاهم نعم، الفرخ يعني يطلع فرخ جاير فرخ مضبوط، ما فيش بأس بهذه الطريقة. نسبة أقل من 3%، يعني لو احنا احنا بنينا أقل من 3%، احنا بنينا بالعكس الفتوى. المتداول عندنا في السوق بهذا الأمر، يعني المتداول ساعات يكون في مقاسات أقل من المقاس بتاعنا، لكن احنا بنحاول نكون في وسط المقاس يكون مناسب مع المكتوب على العلبة أو احنا الحد بتاعنا. بنينا الفتوى بالجواز على امور ثلاثة. الامر الاول انك لست بمستفيد لشيء من جراء هذا التغيير. الثاني
أن المستهلك ليس بمتضرر بشيء وراء هذا التغيير. الثالث أنك إذا انتقلت إلى شركة أخرى لا تأمن البخس وأن يجعلوا العلبة 140 منديل مكان 150 منديل. والرابع أن الدولة تسوغ شيئا من ذلك. الرابع يا سيدنا أن الدولة يعني الدولة تسوغ لنا 3% أقل أو أكثر. أيوة إذا لا بأس، لا بأس بهذه القيود. السلام عليكم.